طبعاً 2022 هو تاريخ استثنائي. اليوم هو استثنائي، أكيد استثنائي، كنا حابين يكون بشرة طبعاً يجيب معه كل أمل كل إيجابية للبنانيين يتفائلوا دايماً بالخير. طبعاً البشرة اليوم أنه مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الدولة من الصندوق الكويتي الاجتماعي، رح توقع الدولة اللبنانية مع الصندوق الكويتي الاجتماعي على قرض مدعوم للإسكان بقيمة 165 مليون دولار لصالح مصرف الإسكان، والأمر طبعاً بحرك عجلة الاقتصادية، وبالتالي كمان في حصة للمؤسسة العامة للإسكان يلي رئيس مجلس إدارة مديرها رح يكون بكرة معنا ببرنامج الحل عنا. أما اليوم الاستثنائي يلي اختاروه الأمهات وحجزوا في المستشفيات على حساب وزارة الصحة ليكون هالنهار يسجل تاريخ ولادة أولادهم، للأسف خيب لهم أملهم اليوم قرار صدر عن وزارة الصحة، وقالت فيه وزارة الصحة العامة بتأكد أنه كل الحجوزات على الولادات القيصرية من كافة المستشفيات المسجلة على حساب الوزارة واللي كانت محجوزة مسبقاً اليوم هي رح تكون على نفقة ليس وزارة الصحة إنما على نفقتهم الخاصة. أنا كنت بتمنى تكون هدية وزارة الصحة لهالأمهات وهالعائلات اللي بعدها مؤمنة بلبنان والبعدها عم تنجب واللي بعدها هي متفائلة خير، إنه أقلها تكون هدية هاليوم الاستثنائي لميلاد أولادهم يلي ناطرينهم من 9 أشهر لليوم، تكون على الأكيد إنه تكون على حساب الوزارة. ولكن للأسف كانت خيبة أمل. نحن نتمنى لكل هالأمهات اليوم اللي راح يخضعنا لولادة قيصرية نقول لهم إن شاء الله بتخلصوا بالسلامة وإن شاء الله أولادكم أطفالكم يولدوا سالمين، وما بعرف داي راح يكون حظهم بهالبلد لما وزارة صحة بتنغص فرحة بتخفف شوي على عبء هالأهالي بهاليوم المميز 20 شباط 2020. النهار ما خلص، إن شاء الله يكون في إعادة نظر بهذا القرار وينعموا أقله هالأمهات بهاليوم الاستثنائي بحياتهم. معلومة. بمعلومتنا لليوم كمان وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانية لطب الأطفال ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف كانوا أبدوا قلقهم إزاء بعض التحقيقات والشائعات الخاطئة لطالة الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض الحصبة، وبالتالي اللي نفذت المرحلة الأولى كانت بكانون الأول 2019، ولكن اليوم رح يتم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين بنيسان 2020 بمحافظات بيروت وجبل لبنان لبقاع الجنوب النبطية، وبتستهدف جميع الأطفال المتواجدين على الأراضي اللبنانية يلي بتتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأقل من 10 سنوات بجرعة إضافية من لقاح الحصبة أو الحصبة الألمانية أو معروف يعني أبو كعب إذا بدنا بالعامية أبو كعيب كمان إذا بدك. كما ستلقى جميع الأطفال جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي، وبيتم تلقيح الأطفال من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، المستوصفات، المدارس، دور الحضانة والعيادات الخاصة، وكذلك في تجمعات النازحين، لأنه تبين أنه لبنان سجل انتشار لمرض الحصبة أوائل العام 2018 ببعض المحافظات، وبلغت وقت الحالات المبلغ عنها 2000 حالة أبرز عند الأطفال يلي بتقل أعمارهم عن 10 سنوات. متابعات. بمتابعتنا لليوم في صورة رح وصلت لي اليوم صباحا من مركز ضمان الأشرفية، هو صورة نموذج عن كل مراكز الضمان اليوم، لأنه في تهافت لدى المضمونين الاختياريين والمضمونين العاديين لاستيفاء طبعا حقوقهم إذا بدي سميها اللي ناطرينا من أكثر من 6 أشهر ومن سنة. فهالتهافت اللي حصل اليوم بهالمراكز أكيد بده يعمل إرباك لدى المراكز، وبالتالي في جدولة، ولكن أنا اللي بحب أقوله
انه يعني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باشر بدفع التقديمات الصحيه للمضمونين الاختياريين بكل فروع من بعد ما أمن سلفة مالية استثنائية بقيمة 3 مليارات ليرة وشملت 32 مكتب إلى جانب حصته منها على أن تعطى الأولوية بدي أقول بالدفع لأصحاب الأمراض السرطانية والمستعصية مقرونة بلوائح أدوية أو بلوائح إسمية بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هالسلفات في مهلة أقصاها 31/3/2020. يعني هي محددة للأشخاص وكل الأشخاص المعنيين ما في لزوم يتهافتوا بنهار واحد، مع في مهلة من هلأ لـ30 أدار القادم حتى هن أكيد يقدروا يستفيدوا هيدا حق من حقوقهم. اللي بدي أقوله مدراء المراكز الضمان 32 بدها تنظم هذا الموضوع حتى ما يصير في تهافت، ما يصير في تأخير وبالتالي فوضى. الكل رح يقبض خصوصا يلي عندهم اللوائح الاسميه الموجوده واللي مجدوله. عندنا فاصل ومنتابع. منتابع الحلقه عنا على الام تي في وباخذ اتصالاتكم على 04444444. الو الو بونجور. بونجور، كيفك مدام ريبيكا؟ اهلا تفضل. ايه اهلا شربل، كيفك؟ اهلا عبدو، كيف صحتي؟ شو كيف صرتي عبدو؟ بعدني صحتي، بس بشكر الشخص من نضال لام تي في اللي قدم لي مكنه الاكسجين. ايه عظيم، هو جمعيه اللي ساعدتني. عظيم. بس مدام ريبيكا انا قصدي بخدمه دواء مقطوع وما عم يعطوني غير دوايين ثلاثه بوزاره الصحه، ولي فتره ما طلعت ووضعي كثير تعيس من جهه الفحوصات من جهه كل شيء كثير وضع. هاي الادويه مش موجوده يعني ولا شو؟ ما في منا الباقي، بس اللي عندهم عم يعطوني اياه. ما في ادويه جينيريك لها؟ رجعت حكيمك؟ رجعت اللي مثلهم عاطيني شبيه، ثلاث ادويه شبيه للي بياخذوا مش الحال. ايه؟ بس الباقي ما عندهم اياها، مش موجوده بالوزاره. انت عم تاخذ ادويه من وزاره الصحه، هول الادويه مش موجودين هلا بالوزاره؟ بلا، ثلاثة موجودين بس الـ14 الباقيين ما عندهم اياهم. يعني هودي دائما عم بيتأمنوا من خارج الوزارة. يعني احنا كان في صديقة كانت عم بتأمن لك اياهم بشكل شهري. ولكن توقفت عن تقديمه لأنه صار عندك شغل عبدو وصرت عم تقدر تشتغل. من هيك توقفت لأنه عم تساعد حدا تاني هلا. طيب بس أنا عم بلتجي لإلك يا مدام ريبيكا. هلا أنا عم بفع أنت عم ترفع صوتي عبر البرنامج، صوتك عفوا، هو صوتك صوتنا يعني بالنتيجة. أكيد رح أرجع حط على الشاشة رقمك يا عبدو حتى أشوف إذا بيقدر حدا يساعدك. رجعتيني الرقم 70 76 77 فإذا عبدو الأشهر هو بحاجة ل 14 دواء، كان في حدا عم بيأمن له إياهم، ولكن اليوم مش مأمن منهم إلا 4 أدوية من وزارة الصحة. إذا حدا بحب يرجع إنه يساهم بشراء أو بإعطاء هالأدوية لعبدو رقمه 76 77 187. باخذ اتصال. ألو. اتصال. ألو. إيه تفضل. بونجور، يعطيك العافية. بونجور. تفضل. في بس بحب اعطيك فكره. نعم. يعني حل، ما بعرف اذا الدوله بتسمعني اما ما بعرف، انا مواطن عادي. نعم. معك شيمونسكي. يا اخي الدوله هلا انه هالدولار بالسوق وين عم بتروح الدولارات؟ انه بتروح لعند الصراف مثلا بياخذ منك، اذا معك انت دولار بياخذهم، طيب لوين عم بيروحوا؟ ليش الدوله هلا اما ما بعرف مين مسؤول عن هالشيء يسكروا هالمصارف فول هاي شركات الصيرفه اللي عم تتلاعب بالدولار شوي، يوقفوها وتكون التعامل بالليره اللبنانيه بس الشركات يعني اللي بتحول يعني بتشتري البضاعه من برا، عرفتي كيف؟ مثلا بتشتري البضاعه من برا تحولهم دولار، يعني تكون ضمن البنك ضمن ما بعرف كيف بتصير القصه. بس يعني برايك بارد الواقع يعني حصر الحاليه يعني حصر التعامل بالدولار لتحويلات الاستيراد المواد الاوليه او المواد اللي نحن ما بنصنعها بلبنان او يلي بنستوردها وما في غنى عنها، يعني مثل الدواء، المحروقات، القمح، مستلزمات طبيه، ونترك والمواد الغذائيه ونترك بالليره اللبنانيه كل شيء، واكيد في رواتب الاجانب اللي موجودين بلبنان، يعني حصره بهولي فقط والبقيه يكون كله بالليره اللبنانيه. هذا اللي عم تقترحه حضرتك.
يمكن قطع الخط. يعني بالنتيجة فكرة، يعني هيدي فكرة على كل حال، لأنه بالنتيجة لما بيكون في سعرين للدولار، سعر ثابت وسعر سوق سوداء، والأكترية عم تلجأ للسوق السوداء لأنه بالنتيجة بدها تدبر أمورها، كلها عم تنعكس على الاستهلاك، على المستهلك اللبناني، عم تعمل عبء أكتر وعم بتخفف من قيمة الليرة، خصوصا قديش صار في ناس بلا شغل، وقديش في ناس عم تقبض نص معاش، وقديش في ناس ما بقى عندها أي مورد. يعني الحقيقة اليوم وفد النقد الدولي الموجود بلبنان يمكن تيساعد الدولة اللبنانية لإيجاد حلول تقدر تحمي المودعين، نحمي شوي ليرتنا بالوقت ذاته يكون عنا عملة أجنبية. نحن رح ننتقل إلى نقل مباشر.